بسم الله والله الأكبر والصلاة والسلام على رسول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نذكركم بحديثين لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. الأول رواه الترمذي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم الأمة على بينة من ربكم، إنزال مزاجكم بأمنا يا رسول الله، تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر وتحبون الطاعة، وتجاهدون في سبيل الله ولا يجاهدون في سبيل الشيطان ولا يقتلون المرء، ثم تظهر فيكم سكرتان، سكرة العيش يحب عيش الفمر وسكرة الجاه، وستحولون إلى غير ذلك. يكفي في مكين السكرتين وستتحولون إلى غير ذلك، يعني من المهانة والمحنة. يكفي فيكم حب الدنيا، حتى حب نزل أنتم أول من حب الدنيا في هذا العصر المحيط، لما رحم ربنا وقبل أن تسرط عند من يدعو نفسه وين حيلنا، ربنا في كذا وربنا في كذا، وربنا بنت الزيتونة عند الريحة من الله يحبهم في العصر ده، فإذا كنتم كذلك فلذلك رحم ربنا بمعنى يقبل وربنا، وستحولون إلى غير ذلك. يكفي فيكم حب الدنيا، فإذا كنتم كذلك لم تأمروا بمعروف، تأمر بالمنكر وتعالى الأمرين بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، هذا تعدى زيادة، هذا عليا، خلي يطلب اللي يلوج في الطرب أما الصخر أما يلوج في رضا ربه ما نسمعه. سترون بعد الكلام هنا مدى، سترون العجائب الدنيا ثم الحياة البرزخية ثم الآخرة من الإنسان البعث وحشر وحساب، وياكم المرور على جهنم وبطيح فيها، ولم تجاهدوا في سبيل الله زيادته في سبيل رضا بني سهيل، والقائمين بعد الكتاب والسنة في السر والعلم السابقون الأولون في كلام ربي في القرآن العظيم. نعود إلى إن شاء الله نذكر الحديث الثاني حول الوقعة.